انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم مرض يعاني منه الملايين حول العالم، وقد تختلف أعراض وحالة هذا المرض من شخص لآخر، لكنها تتقاطع مع السبب الرئيسي المتمثل في انقطاع التنفس أثناء النوم نتيجة الانسداد المتقطع للقصبات الهوائية العليا، وهو ما يؤدي إلى نقص الأكسجين في المخ والضغط على القلب والأوعية الدموية. كما يرتبط انقطاع التنفس بضغط الدم المرتفع وارتفاع المخاطر بالإصابة بالسكتة الدماغية. ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة نيو إنجلاند للطب، فإن جهازاً جديداً تم استعراض وظائفه من قبل إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أظهر نتائج واعدة للمصابين بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، ويساعد على منع اللسان من إغلاق مجرى الهواء. وعلى الرغم من أن زيادة الوزن تلعب دوراً محورياً في انقطاع التنفس أثناء النوم، فإنها تعني أيضاً أن بإمكانك التغلب على ذلك بتغيير نمط الحياة. ومن أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم النوم في فترة النهار أو الإرهاق والصداع في فترة الصباح، إلى جانب الأعراض الأقل شيوعاً والمتمثلة في حرقة المعدة أو الطعم المر في الفم وحدة المزاج والاكتئاب وتقلب التفكير وعدم القدرة على التركيز ومشاكل الذاكرة. أعراض كثيرة قد تتطور مع مرور الوقت للإصابة بأمراض عضوية عديدة وخطيرة، قد يكفل التحول إلى أنماط معيشية وغذائية سليمة التخلص من جانب كبير منها مع ضرورة المتابعة الطبية. للحديث أكثر ينضم إلينا في استوديو اليوم دكتور أيمن الفريحات، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مدينة دبي الطبية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. أهلا بك دكتور. في البداية، ما المقصود بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم؟ ما هي أبرز أسبابه وأبرز أسباب الإصابة به أيضا؟ هو توقف في النفس خلال النوم. التوقف هذا بيكون خلال ثواني، يعني مو شرط يكون دقائق، هو ثواني، ممكن ثانيتين أو ثلاثة، لكن متكرر. فهذا التوقف لأنه في انسداد في مجرى النفس. هذا الانسداد ممكن يكون في الأنف أو يكون في البلعوم أو في الحنجرة، لذلك الاسم إجا توقف النفس الانسدادي. في انسداد في منطقة معينة في مجرى النفس. هذا التوقف في النفس لمجرد ثواني صغيرة بيخلي كمية الأكسجين اللي بتنزل على الرئتين غير كافية، بالتالي الأكسجين الموجود في الجسم كله بيكون أقل من الطبيعي، وهذا الحكي بيخلي نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسم تعلى. ونسبة ثاني أكسيد الكربون لما تعلى في الجسم بتصحي الدماغ بدرجة من درجات اللاوعي، يعني بتصحي بتقول له في شيء غلط، فبحاول المريض وهو نايم يقلب أو ياخذ نفس ويغير نومته مشان يقدر يتنفس أحسن. هذا الحكي بتكرر طول الليل وبتعب المريض، فبتلاقيه لو نام 10 ساعات مثلا في الليل ثاني يوم الصبح بصحى تعبان لأنه مش عم بياخذ بتنفس كويس، يعني بتعتبره كأنه بلهت وهو نايم. فبصحى ثاني يوم الصبح عنده قلة في التركيز، ما عندوش نشاط، تعبان معظم الوقت، يمكن يكون قاعد في ميتنج يغفى وهو الناس بتحكي، ممكن يتغدى مثلا هيك وشوف حاله يا أكل سندوش صغير ولا هو نايم. حتى بعض منهم هدول السيفير كيسز ممكن هو واقف بالسيارة على الترافيك لايتس يكون واقف هيك فور 2-3 مينتس مثلا دقيقتين أو ثلاثة وتلاقيه غفي ونام لأنه طول الليل هو مش نايم فعلا. هذا الحكي متعب وخطير عند الأشخاص، وبالتالي بيسوي جهد كثير على القلب. طيب طيب هذه الأعراض يعني دكتور أيمن هل تتباين من شخص إلى آخر أم أن كلها يعني عادة تكون واحدة، وهل أيضا يمكن اعتبار الشخير ربما أولى خطوات الإصابة بهذا المرض؟ مزبوط. الشخير هو واحدة من الدلائل الأولية أنه ممكن الشخص عنده انحباس النفس خلال النوم. معظم الأشخاص اللي عندهم شخير متأكد منهم أنه موجود انحباس النفس ولا لا، طبعا في فحوصات معينة بنسويها مشان نتأكد. هذه النمط تبع انحباس النفس أكثر عند الأشخاص اللي وزنهم أكثر من اللازم، اللي يعني أوفر ويت بيبل، هدول الأوبيز بيبل بالضبط هم اللي بتعرضوا لانحباس النفس عند النوم. طبعا هدول دائما بيكونوا الأشخاص اللي بالأربعين عمره في الأربعين سنة أو أكثر، وبكون نشاطه قليل، يعني قليل إما رياضة ما فيش أو حركته قليلة ودائما قاعد في المكتب. طيب دكتور، مين اللي أكثر عرضة بالإصابة بهذا المرض؟ هل الرجال أم نساء؟ وهل يمكن أن يصل هذا المرض إلى الأطفال مثلا؟ نعم، الرجال أكثر عرضة، يمكن لأنه إحنا بنشخصهم أكثر. نساء ما بشكوش كثير أو الرجال ما بشكوش من نسائهم، بينما النساء لما تشوف زوجها أو الشريك عنده مشكلة في النفس على طول بتطلب منه يراجع الطبيب. وأكثرهم اللي أجونا على عيادة الرجال اللي عندهم انحباس نفس كانت مرته معاه مسكته وجابته تقول له يا دكتور عم نفسه بروح في النوم، بتخاف عليه يعني طبعا. أكيد. فهذا
هذا الحكي اعطانا انه مجال انه نسبه الرجال فعليا اكثر من النساء، لكن النساء عرضه والاطفال عرضه لانقطاع النفس، انه عندهم كمان مشاكل في الانف، بيكون مرات طفل عنده لحميات كبار في الانف او لوز كبير في الانف بتسد له مجرى النفس، وبالتالي هذا الطفل مشاكله اكبر من الكبار كمان، لانه في عنده مدرسه وفي عنده دوام ثاني، وبالتالي نشاطه وتركيزه راح يتاثر. طيب دكتور أيمن، ماذا عن طرق تشخيص المرض وعلاجه؟ يعني نحن سمعنا يعني أن هناك جهاز جديد ربما يساعد على منع اللسان من إغلاق مجرى الهواء وبالتالي يؤدي إلى سهولة التنفس، هل هناك خيارات مختلفة أم أن هذا هو الخيار؟ هذا أحد الخيارات الصحيح، أحد الخيارات في الأشخاص اللي عندهم لما ينام على ظهره بتلاقي اللسان بيرجع للخلف، بالتالي بنقطع النفس، فهذه أحد الخيارات أنه يضل لسانه في الأمام عشان يتنفس مزبوط، لكن في خيارات أخرى كثيرة، منها الخيار الجراحي مثلا اللي عنده انسداد في الأنف انحراف وتيره او عنده لحميه عند الاطفال او لوز، هذول اكيد الخيار الجراحي اسهلهم واسرع واحسن. بعض الاشخاص مرات انحباس النفس كمان بيجي لانه الكنترول ميكانيزم اوف بريثنج، يعني ميكانيزم التنفس عنده بتكون مش مزبوطه، هذول مرات نعطيهم جهاز يتنفس لما يجي لما ينام، بحط زي مضخه بتعطي هواء اندر بريشر وبتعطي مجال يتنفس احسن. طبعا احنا تشخيصهم هدول اول شيء بنعتمد على السيره المرضيه، اكثر شيء بنخلي الشريك يراقب شريكه وهو نايم كيف نومه وكيف انقطاع النفس بيصير معه، مرات نطلب منه هلا بالموبايلات يصوره وهو نايم ورجينا كيف كنا اول ندخله من المستشفى ونايم في المستشفى، هلا لا ما فيش داعي ممكن الشريك يصوره ويورجينا كيف انقطع النفس نعم. وممكن كمان هلا في شيء بورتبل ستيب ستدي، جهاز قد حجم الموبايل بحطه المريض على جنبه بيكون مربوط بأكسيميتر على اصبعه على الانف، بورجينا ستدي لكل الليل كيف نام، قديش الاكسجين كان في الدم، قديش شخر، قديش انقطع النفس، قديش تعب من موضوع انقطاع النفس، تشخيص الحاله بالضبط تماما. ثاني يوم الصبح بناخذ الجهاز منه وبنقرا المعلومات هذه، بنقول طيب هذا المريض بحتاج مثلا العلاج اللازم. طيب دكتور، هل في نصائح اخرى للحصول على نومه هنيه ومريحه؟ راحت البال، النوم الهنية والريحة، لكن طبعا الرياضة والنشاط اليومي هذا مهم كثير، الأكل المنتظم والهيلثي دايت هذا مهم كثير، احنا في مدينة فيها شغل كثير وبزنس كثير وكل واحد همه شغله، أكثر شيء بنسى صحته مرات، بالتالي هذا بنعكس بعدين على شغله، فهي من البداية المفروض الواحد ينتبه على أكله طريقة حياته لها دور. الرياضة أيضا مهمة، الرياضة مهمة كثير. طيب وبالنسبة لمن يعانون من يعني نقطة الشخير، هل بالضرورة دائما ما يكونون عرضة للإصابة بهذا المرض، أم أنه يعني ليس كل من لديه هذا العرض يعني يجب أن يتوجه إلى الطبيب؟ هذه نقطة مهمة جدا. ما عندهم شخير مش شرط يكون عنده انحباس نفس، لكن يعني ليس ضروره ان يعني لا يؤدي الى ذهاب الشخص الى طبيب، يعني لا يوجب هذا، يعني لا طبعا في مرات بنحس بشخر لانه تعبان، مرات بشخر حدا لانه سهران في هذيك الليله، لكن معظم اللي عندهم او نسبه من اللي عندهم شخير بكون عندهم انحباس نفس، هذول لازم يراجع الطبيب، انحباس النفس راح يتعب القلب ويرفع الضغط ويسوي مشاكل كثيره، لازم يراجع في البدايات لانه مشان يمنع عنده المشاكل لبعدين. طيب انت ذكرت ربما الجراحه يعني كاحد الخيارات للعلاج، هل هناك مضاعفات او اعراض جانبيه للجراحه هل تؤدي فيما بعد الى مشاكل اخرى ربما؟ المفروض بالجراحه المعموله مضبوط وبتقنيه صحيحه ما تؤديش مضاعفات زي مضاعفات انحباس النفس، مضاعفات انحباس النفس متعبه للشخص، احنا لما نقول بالمريض جراحه يعني معناته قررنا انه مضاعفات انحباس النفس كثير اكثر من مخاطر العمليه. فبالتالي بننصح المريض مرات كثير انه لازم تسوي العمليه، حتى الشخير يعني بدون انحباس نفس مرات مزعج كثير، يعني بتلاقي الشريك بقوم من الغرفه وبصح المريض بخلوش ينام مثلا، او حتى الجيران مرات بدقوا الباب خليه يظبط نومه مش عارفين من الصوت العالي جدا يعني، فحتى الشخير مرات بيستاهل انه نتدخل فيه جراحيا ونعالجه برضه حتى لو ما في شيء انحباس نفس معه. طيب دكتور، خلينا نرجع لنقطة مهمة، الأطفال، شو هي نصيحتك للآباء وللأمهات يعني مشان يراقبوا أبنائهم من الصغر إذا كان في عندهم أعراض لهذا المرض؟ مزبوط. شوف الأمهات دائما واعيين للمنطقة هاي، لأنه الأمهات دائما حوالين ابنها وبنتبهوا لما هم اللي بيجوا بيقولوا لي يا دكتور الطفل هذا نفسه تعبان دائما فاتح تمه وهو حتى هو جالس وقاعد تلاقيه فاتح تمه ما بتنفسش إلا من تمه لأنه منخاره مغلق، شخيره الأحرف اللي بتطلع من الأنف لما بيحكي بتلاقي كلامه بيطلع من أنف بتلاقي نشاطه ثاني يوم وتركيزه مش مزبوط، بدها تصحيه على المدرسه بيطول ليصحى، او اذا بصحى بكون بيبكي بده يروح على المدرسه، حتى في الصف بتلاقيه بيغفى وهو قاعد على
في الكرسي، مرات شكل الوجه بتغير، اذا في لحميات كبيره ومسكر الانف بتلاقيه صار زي المثلث المقلوب هيك الوجه، والاسنان بتركب فوق بعضها، هذه كلها بسبب تسكير في مجرى النفس، هذول لازم يراجعوا الطبيب مباشره. لكن معظم الامهات بنتبهوا صحيح، يعني بيجيبونا اياهم في وقت بكير. المشكله لما نطرح عليهم الحلول الجراحيه، بتلاقي الاهل هون بيبدوا نتغلب معهم، بنفهم انه هذا الحل الامثل لا ابنه، بصير بده يدور على حلول غير جراحيه مرات، وبتعب هذا الحكي الطفل. يعني مرات كثير انا بقول لو الطفل كبير شوي كان هو طلب العمليه وقال سووا لي اياها دكتور بدي اتنفس مزبوط. طيب دكتور، بعد الحل الجراحي هل يرجع المرض مثلا؟ خلص المفروض يكون حل جذري، يعني حل جذري ونهائي. طبعا في حلول غير جذريه او حلول او غير جراحيه، لكنها مؤقته، مثلا بخاخات المنخار مثلا بتساعد، مرات مضادات الاحتقان بتساعد، لكنها بكون مؤقته، هذه مش حل كافي. تمام، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور أيمن الفريحات، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مدينة دبي الطبية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.